السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الرابع الابتدائي وموعدنا مع حل مسابقة الرياضيات الأولى. السؤال الأول بيقول لك أكبر عدد مكون من 7 أرقام، واتفقنا لما يجي يقول لك كلمة أكبر يبقى عايز كل الخانات بتاعتي يكون فيها إيه؟ تسعات، يبقى عايزين 7 تسعات. إيه الاختيار اللي فيه 7 تسعات؟ الاختيار دي الإجابة الصحيحة. السؤال التاني عايز أكبر عدد مكون من 7 أرقام مختلفة. إيه اللي اتغير عندي هنا؟ إن كلمة زود لي كلمة مختلفة، يبقى مينفعش أحط 7 تسعات، يبقى أحط أول رقم من الشمال 9 وبعدين أفضل أنقص لغاية ما أخلص ال7 أرقام، يبقى عندي 9 وبعدين 8 بعدين 7 بعدين 6 بعدين 5 بعدين 4 بعدين 3، يبقى أنا اختيار الاختيار إيه؟ السؤال الثالث عايز أصغر عدد مكون من 7 أرقام مختلفين. لما قلنا كلمة أصغر يبقى أحط في الشمال 1 وبعدين أحط كمل الباقي صفار، بس هنا مختلفين ما ينفعش أحطهم كلهم صفار، يبقى نحط إيه؟ 1 بعدين 0 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين 5 بعدين 6 لغاية ما 7 أرقام يخلصوا، يبقى الإجابة سي. السؤال الرابع عايز أصغر عدد مكون من 7 أرقام. قلنا اصغر هنحط 1 في الشمال ونكمل الباقي اصفار، هتلاقي العدد طبعا مليون، المفروض اكون حافظ اصغر عدد مكون من 7 ارقام على طول المليون، وهتبقى الاجابة سي. السؤال الخامس، المليون هو اصغر عدد مكون من، طبعا حافظينها كلنا، هو 7 ارقام. السؤال السادس، المليار هو اصغر عدد مكون من، طبعا برضه من الحاجات المحفوظة اللي كنا حافظها على طول، المليار أصغر عدد مكون من 10 أرقام. السؤال السابع عايز ربع المليار. اتفقنا إن المليار فيه 1000 مليون، يبقى ربع مليار فيه 250 مليون، يبقى ربع مليار 250 مليون، والإجابة الصحيحة إيه؟ السؤال الثامن بيقول لي 25 قلم يعبر عن، طبعا لما يحط لي رقم او هنا ارقام وفي لفظ جنبيها ما اقدرش اقول عليها عدد، لكن بقول عليها صيغة عددية، يعني 25 دي لوحديها كده اسمها عدد، انما 25 قلم دخل لي فيها الفاظ يبقى بنسميها صيغة عددية، يبقى الاجابة دي. السؤال التاسع بيقول لي 5 بيعبر عن، طبعا الخمسة كرمز بيعبر عن رقم وبرضه بيعبر عن عدد وبيعبر عن صيغة عددية، يعني 5 تنفع رقم وتنفع عدد وتنفع صيغة عددية، يبقى اختار الاختيار سي اللي هو كل ايه ما سبق. السؤال العاشر والاخير بيقول لي 25 بيعبر عن، طبعا ما ينفعش رقم بيبقى فيه رقم واحد بس او رمز واحد، انما هنا ال25 بيعبر عن عدد وفي نفس الوقت يعبر برضو عن صيغة عددية، فهنختار عدد وصيغة عددية، الإجابة الصحيحة سي. وبكده يكون انتهينا من حل المسابقة، يا رب تكون المسابقة عجبتكم واستفدتوا منها، ولو عايزين نستمر في هذه المسابقات ياريت تكتبوا لي في التعليقات، ولو عندكم أي ملاحظات عن المسابقة اكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله. ودلوقتي موعدنا مع شهادات تقدير الفائزين.